وسهلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج انتخابات أونلاين. برنامجنا بطل عليكم كل يوم الساعة 7 مساء على قناة جوسات من استديوهاتنا في دابوق من العاصمة عمان. مثل ما خبرناكم امبارح أن برنامجنا فيه كتير فقرات متعددة تعكس تواصلكم وحواراتكم ونقاشاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم رح أبلش معكم بفقرة هوشتاج، يعني زي ما حكينا عن امبارح انه كان في اكثر من فقره. هلا فقره هوشتاج حابين انا شخصيا اذكركم بشيء صار في البرلمان السابق ولمجرد هيك للذاكره، خلينا نشوفه مع بعض ونعلق على الموضوع. يعني الواحد مش عارف يضحك ولا يبكي على اللي شافه. طبعا هاي يعني في كل العالم صدقا بصير في مشاكل في البرلمانات وإشي يعني متوقع، لكن كانت هاي من الأمور الغير مقبولة. وحتى أذكر أنه كان هناك أنه كانت هي دورة استثنائية وتم جلال سيدنا أصدر يعني إرادة ملكية بفصل النائب أو رفع الحصانة عنه، فكانت قضية كتير كبيرة. أنا بس حطيتها هاي للتذكير أنه يا جماعة لازم ننتخب صح، لازم نفكر أنه صوتنا بيعمل فرق، لازم إحنا نكون حتى برلماننا اسمه برلمان الشعب بيعكس شو نحن. هي مجرد تذكير لكن زي ما حكينا بتصير بس مش بهاي الطريقة.